الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا حتصادف يعني أيام القادمة مناسبتان، يعني المناسبة الأولى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، والمناسبة الثانية هي المبعث النبوي الشريف. أنا لفتت نظري عبارة مبذولة الذي ذكرناها في الدرس في أعلى صفحة 57 من قبيل المسجد، بل هما مبذولان للبيت والمسجد. فتذكرت واقعا بعض فقرات دعاء الإمام السجاد عليه السلام. دعاء الإمام السجاد في مكارم الأخلاق ذكر فيه موارد متعددة، ومن جملة الموارد التي ذكرها عليه السلام، أنا أقرأ هذا المقطع ثم أرجع ثانية له. قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. هذا المقطع اللي فيه عملية البذل. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. قبلا لا شك أنتم يعني في جو الصحيفة السجادية أن الإمام عليه السلام رفد شيعته بكم هائل من المعارف، والتفنن في زخ هذه المعارف في الدعاء لظرف كان الإمام عليه السلام أعلم به، وبالنتيجة أصبح عندنا شيئان مهمان، هذا يحتاج إلى كثير من التفتيش والمتابعة، لأنه أعتقد سنحصل على أشياء كثيرة جدا في السلوكيات العامة، وهو أن الارتباط بالله تبارك وتعالى من خلال الدعاء، وأيضا تهذيب النفس من خلال الدعاء. يعني الإنسان عندما يدعو الله تعالى تارة يدعوه لأمور شخصية، ويحتاج الإنسان هو عين الافتقار وعين الحاج، فيدعو الله تعالى: اللهم ارزقني مالا، اللهم أطل عمري، اللهم ارزقني أولادا، اللهم ارزقني عملا، يعني دنيويا. وهذا مشروع أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان المفتقر يلجأ إلى الغني، وهذا طلب مشروع. بعض الأصحاب أيضا كان يطلب من الإمام أن يدعو له بالذرية الصالحة، بالولد الصالح. وهناك منح آخر، أن هذه الأدعية تجعل هناك رابطة قوية بين الله تعالى وبين العبد الداعي، وأيضا هذه الرابطة الإمام عليه السلام فضلا عن ثواب الدعاء، الأثر المترتب على نفس الإنسان من خلال كيفية وطريقة الدعاء مع الله تبارك وتعالى.
والإمام يعلمنا أن هناك مطالب عالية أكبر من المطالب الشخصية وأوسع من المطالب الشخصية. إنسان عليه عندما يقف بينه وبين الله تعالى مو معلوم أن هذه الوقفة ستتكرر، إما أن يشغله شاغل، أو قد الإنسان ما يوفق، أو قد يموت، فيحرص على أن يستثمر هذه العلاقة بينه وبين الله تعالى في أن يبين ما يريد. وبتعبير آخر، نظرة الإنسان تتجاوز النظرة الشخصية الخاصة بأمور الدنيا، مع أنها ضرورية، لكن الإنسان لا تقصر أو لا يقصر همته عليها. فلاحظوا هذه الفقرات اللي ذكرها الإمام عليه السلام، يقول: متعني بهدى صالح. الهدى الصالح ما مربوط بقضية مادية، وإنما الهدى أن الإنسان يكون على هداية، يكون على بصيرة من أمره، فهو مهتدي. الإمام يعبر عنها على أنه: هذه متعني بها واجعلها الأمور التي تنسجم معي وأحصل على هذه اللذة، لذة الهداية. وهذا بحيث أنا لا أستبدل هذا الهدى، لا أستبدل به، لأنه أنت أعطيتني أفضل شيء، فما يمكن أن أستبدل به بأدنى. وهذه العبارة التي نقرأها دائما في سورة الفاتحة دائما: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الطلب كما يقول المفسرون هو طلب دائم، فالهداية مساحتها جدا جدا واسعة، والإنسان دائما يحاول أن يطوي مراحل كثيرة من مراحل الهداية، يهتدي إلى بر، ثم يهتدي إلى آخر، ثم يهتدي إلى آخر، إلى أن تصل الحالة أنه الإنسان يكون مهتديا هدى، كما تقول فقرة الدعاء أن هذا متعني بهذه الهدى وأنا لا أستبدل به. قال: وطريقة حق لا أزيغ عنها. الزيغ هو الميلان، وعادة هذا الميلان إلى الباطل، سلا أقل استعمالا لهذه الكلمة. يعني الإنسان، لاحظوا في بعض المصطلحات، مثلا إنسان راغب، ترى راغب إليه وترى راغب عنه. إني راغب إلى ربي وإني رغبت عنكم، بحسب الفعل، بحسب الجر، حرف الجر يتبين رغبة. الزيغ عادة أنا لم أرى استعماله في زاغ إليه، وإنما الزيغ عادة طريق إنسان يميل عنه، الميل يكون من حق إلى باطل. وهذا الزيغ حالة من حالات، في بعض الحالات يدغدغ النفس لأنها يحرفها، لأنه يحرفها عن الحق وإن كان بمقدار يسير. الإمام يقول: طريقة حق لا أزيغ عنها، لا أبتعد عنها ولا أميل عنها، وهذه الطريقة هي دائما طريقة ثبتني فيها. طبعا الطلب من الله، وإذا كان الطلب من الله تعالى يعني هو التمسك بهذا الحبل، ونية رشد لا أشك فيها. استعجل. قال: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. حقيقة هذا التعبير من الإمام أن العمر يكون بذلة في طاعتك، يعني مبذول سنوات الإنسان وأشهر وأيام وليالي
كل هذه عبر عنا عمر. العمر هو هذا، أن العمر يكون بذلة في طاعة الله، مو أوقات محددة، كل العمر هو يكون مبذولا في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه فيها نكات كثيرة قطعا ليس المجال لها الآن، لكن لاحظوا الدعوة إلى الله تعالى والطلب من الله تعالى، يقول عمرني، وهو يدعو بطول العمر، وهذا عمرني كما قلنا عبارة عن طلب الزيادة في العمر. لكن قيده ما لا عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، لأن أنا طالب من الله، فما يمكن أطلب من الله لغير الله، فأنا أطلب من الله تعالى، والله هو الذي يطيل عمري، لكن يطيل عمري في أي شيء؟ إذا كان عمري بذلة في طاعتك. الشق الثاني المهم، قال فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. هاي من موارد الدعاء بعدم طول العمر، من موارد جواز الدعاء للموت، لأن يدور الأمر بين أن يكون عمر الإنسان مرتع للشيطان، والمرتع معنى ذلك أن الشيطان يسرح ويمرح بلا رادع. وتجد بعض الناس أجر الله وإياكم كأنه إبليس يمشي على الأرض، ويكون هذا العمر مرتع للشيطان، بحيث الشيطان يحتاج إلى مأوى ويحتاج إلى مكان، فلا يجد أفضل من مكان هذا الشخص، فيرتع الشيطان فيه كما يحلو له ليلا ونهارا وصباحا ومساء، على نقيض الحالة الأولى، على ضد الحالة الأولى. الحالة الأولى يطلب فيها الإمام زيادة العمر، عمرني، وهذه الزيادة مشروطة، ما كان هذا العمر مبذولا بذلة، وهو مصدر بذل يبذل بذلة، ما عبر عنه باسم المفعول، مصدر يعني جعلت كل أيامي هي بذل في طاعتك. ضد هذا الأمر هذا التعمير طلب العمر، فإذا العمر فيه فائدة. هذا اللي أقول الطلب ليس شخصيا، لأنه الله تبارك يستحق منا كل شيء، وسبق وكنا في خدمتكم الأئمة الأطهار في كل ما مر بهم من مآسي أول شيء يبدأون بالحمد لله. فالله تعالى نريد من أنفسنا أن نكون بذلة في طاعته، فإذا لم تكن هذه الحالة جاء الضد، قال فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. متى؟ ما دمت بعدني في أوائل هذه الحالة. لاحظ، قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. هذا سبق المقت هذه مشكلة، واستحكام الغضب مشكلة. فإذا في الدنيا الإنسان الله تعالى مقته، والله تعالى استحكم غضبه عليه، ما فائدة الدنيا؟ الله تعالى مقت المقت هي حالة من الغضب، ولهذا ممقوت، يعني بيني وبينه بعد المشرقين. أنت تمقت مثلا الكذب،
تتأذى من الكذب في أدعى ما يكون من كراهة النفس، فهذا ممقوت، أشد الكراهة، مو الغضب عفوا، يعني جدا مكروه. فإذا كان الإنسان مع الله، الله يمقته وغضب الله يستحكم عليه، وهذه من الشدائد إخواني. مع أن رحمة الله تعالى يفزع إليها كل أحد، لكن إذا استحكم الغضب كأن حتى الرحمة هنا بعد لا تعمل. فالإنسان ماذا يفعل حتى يستحكم عليه الغضب، مع أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء؟ الغضب والرحمة لا شك، كنا في خدمتكم سابقا، يا من سبقت رحمته غضبه، لكن تصل الحال الآن أن يستحكم الغضب، ويستحكم الغضب قطعا بفعل العبد. فالمقت مع استحكام الغضب، بقاء العمر قطعا فيه منقص للآخرة، ومذلة في الدنيا ومذلة في الآخرة. فالإمام عليه السلام يقول هذا حد فاصل بين الطلب لطول العمر وبين الطلب أن أقبض، لا تصل الحالة إلى المقت ولا تصل إلى فأطلب منك يا إلهي أن تقبضني إليك. سأل بعد يذهب إلى الله رحمة الله سبحانه وتعالى، أما أن يبقى ويجعل الشيطان مرتع لنفسه والعياذ بالله، فهذا أمر يعني في غاية البؤس للإنسان وغاية الخسارة للإنسان. لا شك أن الأئمة صلوات الله عليهم ومن تقرب ذكراه الإمام الكاظم عليه السلام، كان عمر الشريف لا شك ولا ريب هو منه نتعلم، بذل في طاعته حتى في أحلك الظروف وهو السجن، بل كان يحمد الله تعالى كثيرا أن الله تعالى فرغه للعبادة. قطعا تنسجم مع هذه الفقرات، وهو من معدن واحد، يعني تنسجم مع فقرة جده زين العابدين. عمر الإمام عليه السلام كله كان عمر بذل في طاعته، ولم يعني يعترض أو يشكو، وإنما كان يحمد الله تبارك وتعالى كثيرا. نعم كإمام قد يضيق عليه من قبل الطواغيت ويحصره في هذه الزنزانة وهذه الصومعة، قطعا هاي شديدة على الغيور، وشديدة على الإنسان المؤمن، وشديدة على الإمام بما هو إمام، وشديدة عليه بما هو موسى بن جعفر. لكن مقادير الله تعالى، الله يريد أن يرينا أن الأمور مع أولياء الله تعالى تحدث هذه الأشياء. المقابل حمد لله والشكر لله والتوفيق إلى أنه فرغه للعباد. الله العالم ماذا كان الإمام الكاظم كيف يعبد الله في السجن، لم يردنا. هذا عمر بالنسبة لرواياتنا مجهول، لم يردنا عن الإمام ماذا كان يقول في هذه السنين، وكيف كان يعبد، وما هي الكلمات التي خرجت من لسانه المقدس إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نتف قليلة. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العلم، ونعمة أن الله تعالى ندعو دائما أن تكون أعمارنا هي بذلة في طاعته. إذا لم ندرك الجميع جميع العمر فلا أقل من أقله. سائلين الله تعالى لكم دوام التوفيق والتزديد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.